مدن داغستان الساحلية والمتمثلة بسلسلة تمتد شمالي حجقلعة العاصمة وجنوبي دربند أقدم مدن البلاد، تعتبر عصب الحياة في الجمهورية، علما أن تسمية داغستان تعني بلاد الجبال، حيث تغطي الأخيرة ثلاثة أرباع الأراضي وتلعب دورا محوريا في دعم اقتصاد البلاد الزراعي ومدها بالطاقة والكهرباء. هذه هي قرية دوبكي، إحدى أشهر المناطق الجبلية. هنا تم بناء سد يحبس خلفه بحيرة مياه اصطناعية غمرت عام 74 من القرن الماضي 12 قرية كانت عامرة في هذه المنطقة. دموع النساء والشيوخ والأطفال لا تنسى عندما غمرت مياه سد القرى، لكن هذا هو الحال. بحيرة تشيركيه كبرى بحيرات داغستان الاصطناعية، وبالطبع هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب قوة المياه الهائلة. سد البحيرة العالي يدعم مناطق مختلفة في روسيا وأذربيجان وجورجيا بالكهرباء، بينما تلعب أقنية المياه المرتبطة فيه دورا يغني الجمهورية بالثروة السمكية. جبال داغستان الشاهقة تجوبها أسراب الطيور الحرة كالنسور والصقور وبعض الأنواع النادرة، لكن الصيد الجائر وتهريبها خارج البلاد دفع السلطات للتحرك للحفاظ عليها من الانقراض، لا سيما أن أسعار بعضها تصل مئات آلاف الدولارات. عبد الجواد الرشد، العربية، دوبكي، جبال داغستان.